طلعت لالا يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله بالا نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلالا يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله بالا نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلالا يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله بالا قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي يلاقينا قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي يلاقينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب تبكي عغنانينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب تبكي عغنانينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب تبكي عغنانينا وهوى الغرب علينا ينسم ويردد موال نسم هوى الغرب معنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى شو ما إلا بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوي خطوي بينقل معنا شو ما عملنا بيطاوعنا خطوي خطوي بينقل معنا شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوي خطوي بينقل معنا وهوى الغرب علينا ينسم صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا رحلتنا الصباحية بلشت اليوم فقراتنا منوعة ومتعددة عم نحاول خلال ساعة من الوقت نقدم لكم معلومة مفيدة مواضيع بتهمكم وبتلامس حياتكم اليومية قبل ما نبتدي رحلتنا الصباحية بدي صبح على زميلتي ليا سعد صباحك سعد صباحك نور وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا يعني اليوم مطر فجأة ما جينا على المحطة ما في مطر ففجأة صار في مطر الله يبعث الخير والله يبعث الصحة لكل العالم صباحكم إن شاء الله يكون حلو يومكم أحلى يا رب أكيد صباحنا رح يبلش والبداية خلينا نروح بجولة لبعض الأخبار المنوعة هل تعلم أن من أكثر مسببات الحزن والاكتئاب هي عندما تجد أن الشخص الذي كنت تخبره بكل تفاصيل حياتك أصبح غير موجود معك ولا يعلم ما الذي يحدث؟ فنفسياً كلما زاد تقربك من شخص ما وشاركته تفاصيل حياتك زادت إمكانية تعرضك لاكتئاب نفسي حاد إذا اختفى عنك وهل تعلم أن مراجعة نفسك قبل النوم بعمق ومعاودة التفكير في آرائك وعلاقاتك وأحكامك ومواقفك في الحياة هو إجراء مفيد للعقل يجعلك أكثر صواباً في قراراتك ويزيد من رزانة سلوكك بحيث في كل مرة تواجه فيها حقيقة ذاتك وحيداً بعيداً عن الآخرين تكون تلك بداية لتطور أفكارك وقناعتك نحو الأفضل وهل تعلم أن البكاء داخلياً أشد قسوة وألم من بكاء العين؟ فكثير من الأشخاص يبكون بقلوبهم بصمت بينما عيونهم تخفي ذلك وهذا الأمر يضعفهم صحيا ويزيد من تعبهم والمهم يكون سببا يعجل بموتهم فالبكاء داخليا يعتبر أكثر سلوك يحطم نفسية الإنسان وهل تعلم أن من الأسباب الرئيسية التي تجعل الإنسان يشعر بالحزن بالحياة هو أنه دائما يرى الماضي أجمل من الحاضر ويتمنى العودة له رغم استحالة الأمر فكلما زاد تعلق الشخص بالماضي كلما زاد شعوره بالبؤس والعجز والأمر الذي يؤدي إلى الاكتئاب في الحياة أما هلأ ليا بننتقل لحلب الشهباء مع أفكار مبتكرة دائما الطلاب السوريين بيتميزوا فيها وطلاب كلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب بتحدوا الظروف والحجر الصحي لكن بطريقة مختلفة خلونا نتابعها مع مراسلنا بحلب أحمد صادق الإبداع سلاح مواجهة اخترعه طلاب كلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب ليتحدوا ظروف الحظر والحجر التي فرضتها الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا
واستمروا برسم لوحات جسدوا خلالها مواهبهم وترجموا إصرارهم على متابعة العلم والإبداع ليؤكدوا أن الفن علاج وليعرضوها في معرض إبداع طلبة جامعة حلب ضد الكورونا الفن علاج الذي أقامته مديرية الأنشطة الطلابية بجامعة حلب. قمنا بهذا النشاط لإظهار إبداعات الطلاب في فترة الحجر المنزلي السابقة التي امتدت أكثر من 3 أشهر طبعاً. هذه المرحلة كانت منتجة حتى في البيوت، بمعنى آخر أن التواصل كان عن طريق النت، تصحيح الأعمال الفنية، إرجاعها للطالب ثم التعديل وهكذا. أحببنا أن نعرض هذه الأعمال في معرض يضم طبعا كل أعمال جامعة حلب. في عنا أكثر من 40 مشاركة، أكثر من 40 مشاركة بأكثر من 50 لوحة فنية، مثل ما قلنا مختلف الأعمال الفنية والتقنيات والألوان التي تم إنجازها بفترة الكورونا. طبعا الأعمال وصلت لمستويات راقية جدا، مستويات عالية جدا، ترفع من سوية ومن مستوى وشهرة قسم العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب. وطبعا سعيد جدا بهالمشاركة من قبل الطلاب، والطلاب كمان سعيدين بهالمشاركة لإبراز أعمالهم، إبراز إبداعاتهم، وحتى العالم يشوف الإبداعات والمستويات العالية الاحترافية التي وصلوا إليها الطلاب. موضوع المعرض هو الفن علاجا، يعني نحن اخترنا هذا الموضوع أنه نحن كيف ممكن الفن هو يساعد للطلاب أنه تخرج من حالة الستريس طبعا موضوع المرض في حالة الحجر. يعني طبعا كان فكرة العمل بالأساس أنه نحن كيف ممكن من خلال الأساتذة أنه هنا يتواصلوا مع الطلاب عن بعد، وكيف تكون هي التجربة، أن هي تجربة كانت جديدة علينا أنه نحن طريقة التدريس عن بعد، وخاصة موضوع الفن، لأنه يعني هو الفن بيحتاج لاتصال مباشر مع الطالب لينفذ الموضوع. عملت مشروع تخرج عن الكورونا، حبيت أجسد المرض بحالاته الأربعة، وهو نحن مثل ما أننا شايفين الفستان الأسود هو اللون الحزن، السلاسل اللي موجودة عند الصدر هو التقيد، نحن سجننا ببيوتنا، نحن تقيدنا ببيوتنا. حبيت الحجر الموجود عن التول هو يلي الفيروس يلي بلش ينتثر فينا. ننتقل للفستان الثاني هو اللون الأخضر، هو اللون يلي بترتاح فيه العين. حبيت أجسد السلوبيت والقاب، القاب حطيته على جسم الإنسان ليحمينا من الفيروس، ومنلاحظ بالفيروس موجود على القاب إنه بلش ينتثر فينا، أنا حميته. ننتقل للتصميم الثالث هو الأحمر والفضي، هو استخدمته من لون وهالة الفيروس يلي نحن سميناه بالإصرار والتحدي عند الإنسان، يعني نحن رح نتغلب بإذن الله على هذا المرض. هدول اللوحات اشتغلناهم بفترة الحجر المنزلي مع الأساتذة، طبعا هنا اختارونا المشروع بما يتناسب مع المنهاج الدراسي مشان يعني انضموا لمنهاجنا الدراسي يعني. والهدف كان من المشروع هو أنه يكون إيدينا دائما بالشغل، يعني مشان ما انه ننسى الرسم او ايدينا مثلا ما تضل عم تشتغل. طبعا اشتغلنا بالتعاون مع الاساتذه والتصليح اونلاين. حبينا انه بفتره الحجر مثلا انه يكون في عنا ايدنا تكون متدربه دائما وما ننقطع عن الفن، يعني نستغل هاي الفتره بشيء ايجابي يعني. فتواصلوا معنا الاساتذه وحددنا مشروع نشتغله خارج انه مثلا نشتغله من البيت، ويكون التصليح عن طريق الانترنت. في لوحات للرسم والتصوير، في للقسم الازياء هون على الكورونا كله اثناء الحجر الصحي، كان كلياتنا عم ننزل على الجامعات ومنداوم ونقدم شيء رغم المرض اللي كنا موجودين فيه، ومع هيك قدمنا شغل حلو مثل ما كنا هون شايفين المعرض. من خلال جولتي للمعرض شفت كثير رسمات حلوه ومعبره، رغم انه الحظر اللي مرينا فيه، رغم الكورونا اللي مرينا فيها، طبعا رفقاتي وزملائي يعني بتحدوا كل هدول الشغلات. عملنا كثير معارض وعملوا قسم الازياء شغلات كثير حلوه. إن فكرة المعرض بدأت في فترة الحجر الصحي، حيث تم تنفيذ الأعمال التي كان مقرراً تنفيذها في الكلية في المنزل، وهو رسالة بأن العمل ومتابعة العلم أحد أهم سبل مقاومة المرض. جديد تعود لتغزو العالم بموجتها الثانية، ومع بداية فصل الشتاء يمكن عم نشوف انتشار هائل للكورونا إن كان بدمشق وإن كان بالمحافظات السورية. أعراض جديدة عم يتسببها فيروس كورونا للمرضى، رح نحكي عن تجدد الفيروس بموجته الثانية وشو هي الأعراض الجديدة يلي عم ترافق المرض. أكثر مع الدكتور حسام البردان أخصائي صدرية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير لكل عم يسمعونا، وصباح الخير والعطاء مع
امطار الخير ان شاء الله. يسعد صباحك. بالبدايه دائما بنشدد على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه للتصدي لفيروس كورونا لكل الناس، ورغم ذلك بلشنا بالموجة الثانيه وعم نحكي كنا تحت الهواء في اعداد متزايده بشكل مستمر بدمشق والمحافظات السوريه. خلينا نحكي اول شيء عن اهميه الالتزام قبل ما نحكي عن الاعراض، قديش فعليا انا لما التزم قديش فعلا بخفف من الاصابه، بحمي حالي بحمي عيلتي، لانه ما عم نشوف اغلب الناس منا ملتزمه بهي الاجراءات. صباح الخير بدايه. فعلا هلا الالتزام ثبت انه بالاجراءات الوقائيه قد يكون حجر الاساس بالمعالجه. صحيح. لانه اذا بنحكي بشكل واقعي وصريح، نحن حتى اللحظه عم نشوف على علاجات متعدده وكلها هلا في بالنهايه لم يثبت فعاليه اي علاج مضاد للفيروسي، فلا زال رجع الاتجاه العالمي من جديد التركيز على انه اللباس الوقائي. عم نحكي نحن على الكمامات بشكل اساسي اللي تكون منتشره بالمجتمع بشكل ممارسه يوميه، عم نحكي على التباعد الاجتماعي، عم نحكي على غسل اليدين عند التلامس. هلا هي الاجراءات اذا طبقها الجميع طبعا ما بينفع انه يطبقها جزء من العالم، لانه هذا هي عباره عن سياسه يجب ان تصير جزء من حياتنا اليوميه. اذا تم اجتماع اشخاص، خلينا نقول شخص مع شخص غير شخص مع شخص مصاب، اذا الشخصين لابسين كمامات طبيه وعاملين تباعد فنسبه انه يعمل له عدوى اقل من 1%. صحيح. وهذا رقم كثير مهم انه نحن نحسن نخفضه، في حين انه اذا ما كانوا مرتدين الكمامه الطبيه فحتكون نسبه العدوى تتجاوز ال 70 او 80%. فنحن عم نشوف قديش نحن عم نحسن نخفف، وعم نحن عم نحكي على على مجتمع بالكامل، على تسارع، على قد نكون ضمن تجمعات. اذا الجميع التزم بالكمامه، خلينا نقول الطبيه، بغسل الايدي، حتى اذا بدنا نحكي بالكمامه يمكن مره حكينا انه حتى اذا غير متوفره الكمامه تبع الموجوده بالصيدليه ممكن حدا يعمل كمامه قماشيه حتى يخيطها ويقوم بغسيلها، حتى يعني مشان موضوع التكلفه اليوميه ممكن يغسلها بشكل يومي ويحاول يحطها وقت يدخل على على مدرسته، على جامعته، على يدخل على مركز تسوق، على حافله فيها على الازدحام. اذا الجميع التزم بهذا الاجراء بعتقد نحن رح نحسن ان شاء الله نوقف التسارع اللي مثل ما تفضلتي خلال الايام السابقه الماضيه ما غاب عن نظر اي واحد فينا التسارع اللي صار بدمشق والمحافظات السوريه بزياده عدد الحالات، اللي قد تكون ما راح نقول وصلنا لحد اللحظه الى ذروه مشابهه بدمشق على الاقل، خلينا نقول للذروه اللي شهدناها من 4 شهور، الا انه نحن يبدو انه اذا استمرت التسارع الحالات ان شاء الله ما بيصير هذا الشيء، بس ممكن نتوجه الى ذروه. خلال خلينا نقول الاسبوع الماضي احنا طبعا في فتره من الفترات استمرت حوالي شهرين كان في هدوء، خلينا نسميه هدوء نسبي بعدد الحالات، بعد ما صار اصابه جزء منيح خلال الاشهر الصيف صار بعد منها هدوء نسبي بتسارع الحالات. بدانا من حوالي شهر شهر ونص نشوف حالات، بس صارت حالات متفرقه، بس هلا بالاسبوع الاخير بدانا نشوف انه هي الحالات اللي كانت عم يراجع مثلا حنحكي ب ضمن مشافي التابعه لوزاره التعليم مثل مشفى المواساه، اللي كان عم يراجعوا مثلا 10 مرضى بقسم الاسعاف بشك بكورونا، بلش يتزايد هذا الرقم لاكثر من 30 حاله بال 24 ساعه، فنحن بنحكي تقريبا على 3 أضعاف الرقم هذا صار خلال اقل من شهر. اقسام العزل اللي كنا بمشفى المواساه مثلا كان في عندنا 3 أقسام عزل، بالفتره الماضيه عدنا الى قسم عزل خفت عدد تسارع الحالات، بدأنا هلا انه يتم فتح الاقسام من جديد، ومن يومين كمان تم زياده عدد الاسره بقسم الاسعاف، في بالاسعاف عندنا قسم عزل كان سريرين صارت من اسره لحتى نحسن نستوعب نواكب عدد الحالات المتزايده. هذا كله عم يرجع يفرض علينا الحقيقه اللي حكيناها اول شيء، انه كلياتنا نلتزم بالاجراءات الوقائيه حتى ما نكون نحن هلا حتما بخط صاعد، بس نتمنى انه هذا الخط الصاعد يكون متصاعد بشكل خفيف، ما يتصاعد فجأة بشكل حاد لدرجة انه نكون بحاجة نصل لمرحلة انه نحن بحاجة لسرير بمستشفى، لا سمح الله لأسرة في العناية المشددة لأكسجين. إذا حاولنا نضبط هذه الأمور خلال خلينا نقول الأسبوعين الثلاثة الجايين نخفف قدر المستطاع من حلقة العدوى، بعتقد إن شاء الله حتمرق هالموجة. طبعا هو المرض مثل ما شفتوا عم يمرق بموجات، حتى هذا الشيء شهدنا باوروبا بالدول اللي حوالينا. صحيح. انه مرق بموجات باوروبا، مش شهد موجه رجعوا هلا شافوا موجه ثانيه، هون عم يحكوا يمكن انه يشوفوا لسه موجه ثالثه. يمكن نحن حنقول هلا ببدايه موجه ثانيه، بس بنتمنى ان تكون هي الموجه الثانيه موجه
خفيفه ما تكون بشده الموجه ويكون الناس اكثر وعي. ولكن دكتور دائما دائما يعني وين ما اتجهنا او مع مين حكينا انه حاسه حالي عندي كورونا، لا هذا قريب، انا حاسه حالي عندي رشح، فقدت حاسه الشم فورا. فخلينا نحكي انه نحن بنعرف انه فقدان حاسه الشم والتذوق هي بالمراحل المتقدمه من الاصابه بفيروس كورونا، مو اول يوم، وشو الفرق يعني لهلا نحن لا عم نقدر نعرف ولا عم نقدر نجاوب الناس ولا عم نقدر نميز بين كورونا وبين الجريب العادي او الانفلونزا. تمام، صح الكحكي 100%، ومع الاسف لا يوجد عندنا اي طريقه نحن نحسن حتى باقسام الاسعاف بطرق الفرز المعين نحن نحسن نقوم بفرز انه هالحاله هي حالة كورونا ولا حالة انتان تنفسي، لانه هو بالنهايه بدنا نحكي واقع، هو شو هو الكورونا؟ هو فيروس، ونحن كل شتويا بنتعامل مع عشرات الفيروسات كل شتويا، بين فيروسات الانفيه اللي بتعمل الرشح، لفيروسات الانفلونزا اللي نحن بنسميها الجريب، لمجموعه كبيره من الفيروسات، فالاعراض طيف الاعراض جدا متشابه. كل الاعراض تجي اعراض تنفسيه، سعال، قشع، حراره، اوجاع بالجسم. لذلك يبدو من الصعوبة انه انا احسن اقول هذا ضمن قسم الاسعاف انه هو شخص مصاب بالكورونا. هلا حيساعدنا بعض الامور السريرية، بتهمنا كثير بصراحة شيء اسمه القصة الوبائية، وقت نحن بناخذ قصة سريرية، انه الشخص مثلا في عند مخالط لاشخاص مصابين بكورونا، وهذا الشيء بنشوفه كثير بيساعدنا بالتشخيص، انه حدا من اصدقائه، حدا من بعائلته مصاب عنده مسحة ايجابية، فغالبا هدول الاشخاص وقت بيجوا نحن نتعامل معهم بكورونا بنسبة كثير عالية، انه هذا 99% غالبا حيكون عنده كورونا. هلا الحالات كمان الثانيه ممكن تساعدنا مثل ما تفضلتي، هو فقدان حاسه الشم والذوق اللي ممكن تظهر عند بعض الاشخاص. هلا فقدان حاسه الشم والذوق هي عاده عم تترافق لحسن الحظ مع الحالات الخفيفه بالكورونا، يعني ليست مع الحالات الشديده. دكتور اللي هي من بدايه الاصابه بتكون معه؟ هلا ممكن تظهر بعد حوالي 5-6 ايام من ظهور الاعراض، يعني اذا الشخص بلش عنده حراره، تعب جسم، بلاقي انه ممكن بعد 5-6 ايام بلش انه اثناء الاكل، اثناء ممكن يفقد حاسه الشم والتذوق، واللي احيانا هلا عم نشوفها عم تستمر. هلا هي كمان ممكن تظهر بفيروسات ثانيه لاخذ العلم، بس هي تقريبا يعني مثلا كنا بغير فيروسات نشوفها، مثلا بصراحه كنا نشوفها بالسنه كذا مره، بس صرنا عم نشوف عشرات الحالات، فهي صارت كمان عباره عن شيء واسع. الاعراض العامه نحن خلينا نقول واسمه شوي لكورونا هي الحراره الاساسي بشكل اساسي، وتعب تعب الجسم. هلا بعد منا اذا هذا الانتان الفيروسي او الكورونا نزل تجاوز الجهاز التنفسي العلوي، نزل الجهاز التنفسي السفلي، رح نشوف الاعراض تبع السعال، ورح نشوف العرض اللي نحن ما بنحب نشوفه اللي هو عرض ضيق التنفس. وهذا العرض اللي هلا عم نشوفه انه الشخص المريض عم يشكي من ضيق بالتنفس، وقت عم يمشي عم يشعر بجهد، وقت عم اثناء ممارسه حياته بالبيت عم يقول انه انا مثلا كنت امشي كنت اطلع درج شط عم بشعر بضيق بالتنفس. الالام الصدريه الواخزه هي شوي عم توجهنا اكثر للاصابه بكورونا. هلا انا بنصح بناء على هذا الشيء انه اي شخص بيعاني من هدول الاعراضين اللي انا بعتبرهم اعراض مهمه، اللي هن الالم الصدري وضيق التنفس، انه يراجعوا المشفى او الطبيب لاجراء الفحوصات المتممه اللي قد تكون اجراء بعض التحاليل الدمويه واجراء صوره الصدر البسيطه. هلا في حال كانت الاعراض بسيطه اللي هي الوهن، الحراره الخفيفه اللي عم تنزل على الخوافض. عنده كورونا بتروح وبتجي الحراره؟ ممكن تروح وتجي خلال كذا يوم ممكن. هلا عاده شفنا الاصابات بالكورونا اللي عم يصير في عندهم اصابه رئويه، ما عم تكون اصابه رئويه من اول يوم. صحيح. يعني عم نشوف 6-7 ايام عم تكون في عنا اعراض خلينا تشبه الجريب بكل مواصفاتها، من ناحيه الالم البلعوم، من ناحيه تعب الجسم. بعد 7-8 ايام عم نلاقي هذا بلش يصير في عنا اعراض التنفسيه اللي هي حكينا عنها، الالم الصدري وضيق التنفس. معظم الاشخاص لحسن الحظ كما خلينا نقول يعني حسب الاحصاءات العالميه وحسب نحن كمان الاحصاءات اللي اجريناها، 80% من الاشخاص عم تكون حالاتهم بنسميها خفيفه ومتوسطه، بمعنى انه هي عم يتجاوزوها الحمد لله وبشكل آمن 80%. هو كمان اجى هذا الفيروس يمكن على بلدنا مثل ما قال الدكتور خفيف متوسط الشده، بس فيروس كورونا فيروس مستجد، فمع الموجه الثانيه في كثير من الناس عم تقول لك في اعراض جديده، يعني دائما في شيء جديد. حتى منظمه الصحه العالميه لما تعمل دراسه بعد فتره بتلاقي في دراسه اخرى تنفي ما بتقوله الدراسه السابقه. خلينا نحكي عن هي الاعراض بالموجه الثانيه كيف رح تكون مختلفه، او هو رح يجي اقوى من قبل ولا لا؟ هلا للامانه اذا بدنا نحكي بتغير الاعراض، يعني احنا هلا شفنا
حالات ضمن الموجة الأولى والموجة الثانية. لحد الآن نحن عم نشوف الأعراض متشابهة، يعني بنسبة يمكن 90% نفس الشيء، يعني ما لقينا شيء. هلا هو مستجد نسبة لأنه مستجد عن الفيروسات السابقة، بس هلا خلال الموجة الثانية ما شفنا أعراض جديدة، يعني نفس الأعراض اللي راجعونا بشهر 7 أو 8 نفس الأعراض اللي عم نشوفها، اللي هي نفس الأعراض اللي حكيناها مع بعض الأعراض الهضمية، مع بعض فقد حاسة الشم والذوق. هل هو أشد؟ لازلنا هلا ما عم نحكي إنه هو أشد بصراحة، لأنه حتى بالمرة الماضية شهدنا حالات شديدة، وشهدنا حالات دخلوا أقسام العناية المشددة واحتاجوا لأكسجين. حتى الآن الحالات اللي عم تراجعنا بالمشافي لازلنا عم نحكي بنسبة إنه 80% هي فعلا حالات خفيفة ويمكن علاجها في المنزل بعزل منزلي صحيح، يعني خلينا نقول حتى بتختلف طبيعة أجسام. في أشخاص بتقول لك أنا ما حسيت بشيء، يعني كان في شوية تعب، وفي ناس بتلاقي لا طبيعة جسمها بتمر بجميع الأعراض الفيروس. هلا في أشخاص حتى مثل ما تفضلتي هنا الأشخاص بيعملوا مسحة إيجابية، يعني بيكون ما عنده أي أعراض، بيروح مثلا لسفر معين بده يسافر بتطلع. بيعمل مسحة بتطلع مسحة إيجابية، هذا مؤشر على إنه نحن في عنا جزء من المرضى هن مرضى أصلا لا عرضيين، وهذا الشيء بصراحة بيخلق كمان إذا بنحكي من وجهة نظر ثانية، هذا بيخلق خطورة بهذا المرض، يعني إنه نحن في شخص مسحته ايجابيه ممكن الشخص يكون عم يتعامل معه بطريقه انه هذا الشخص ما عنده اي اعراض، عم يتعامل معه بطريقه انه هو شخص سليم، قد يكون هذا الشخص حامل لهذا الفيروس، فقد يكون هو شيء ايجابي بالنسبه للشخص المصاب انه الحمد لله ما عنده اعراض، ما عنده تعب، عم يمارس حياته بشكل كامل، مسحته ايجابيه، بس هذا الشخص عمليا ضمن المجتمع هو صار ضمن الحلقه اللي ممكن تساهم بنشر العدوى لاشخاص ثانيين، وهي فعلا السيئه بهذا المرض اللي هي الانتشار. نادرا ما نشوف اذا بدنا نحكي واقع ضمن عائله معينه اذا لقينا شخص مصاب الا نشوف الجميع مصابين ضمن اللي قاعدين ضمن منزل واحد، اللي قاعدين ضمن دائره ضيقه واحده، لانه سهوله انتشاره ضمن مساحه صغيره عم تكون واسعه، لذلك عم نشوف الاصابات عاده بفيروس كورونا عم تكون اصابات خلينا نسميها عائليه اكثر ما هي، وهي كمان يمكن نحن صرنا عم نشوفها من احد الميزات اللي عم تخلينا نحكي ب نتوجه لكورونا اكثر، يعني بعض الفيروسات الثانيه مثل الانفلونزا ممكن كنت تشوفي شخص مصاب واحد ثاني بالبيت ما هو مصاب، ممكن بفيروس كورونا عاده عم نشوف غالبا الحلقه المعظم بس في اشخاص عم يكونوا لا عرضيين فعلا، وهدول هلا حسب الدراسات يمكن برا يمكن عم يقولوا انه نسبتهم حوالي 40% يعني موجودين ضمن لذلك نحن وقت عم نحكي على ارتداء الكمامه هي للشخص المصاب والغير مصاب، لانه حتى الشخص اللي احنا بنظرنا غير مصاب ممكن يكون مصاب والكمامه وقت نحن عم يلبسوها الشخصين الهدف منها فقط، يعني انا وقت عم بلبس الشخص الكمامه ما الهدف منها اني انا احمي نفسي من الاصابه بالفيروس، والهدف اني انا كمان احمي غيري، فالشخص بيقول انه انا ما بدي البس كمامه اني انا ماني خايف على حالي، نحن نقول له اذا ما انك خايف على حالك على الاقل خاف على غيرك، يعني اذا على عيلته على عيلتك على اولادك على الاشخاص اللي بالدائره تبعك، فلبس الكمامه هي تساعد بتساعدني الي طبعا بنسبه، بس بتساعد الاشخاص اللي حواليه انه ما قاعد يوم كمان بالنسبه لاكثر. دكتور بس في تساؤل، هلا دائما بيقولوا انه مصاب الكورونا حتى لو ظهرت او ما ظهرت عليه الاعراض يمكن باول 5 أيام من الاصابه هو بيعدي، طب اذا كان حامل وما ظهرت عليه ممكن يعدي؟ هذا السؤال. وثاني سؤال انه قديش المده الزمنيه اللي هو قادر انه ينشر الفيروس، يعني بجوز يكون هو تجاوز ال 15 او ال 20 يوم الوقت ماما. المحدد وبيعدي؟ هلا احتمال العدوى يبدا خلينا نقول اعتمادا من قبل ظهور الاعراض ب3-4 أيام، يعني حتى الشخص الغير عرضي اللي بيظهر عنده اعراض ممكن قبل 3-4 أيام قبل ظهور الاعراض. هلا بناء على الكرايتيريا العالميه نحن حتى نقول انه هذا الشخص اصبح غير معدي يجب انه يكون عندنا خلينا نقول فتره 10 أيام، هي بالنسبه للحالات الخفيفه اللي منتشره ضمن المجتمع 10 أيام، بعد منها 3 أيام بدون اعراض، يعني خلينا نقول وسطيا نحن عم نحكي، وهذا البروتوكول نحن متبعينه حتى ضمن البروتوكول ضمن وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي حتى لتخريج مرضى اللي موجودين بالمشافي للعزل، اذا 10 أيام من المرض زائد 3 أيام بدون اعراض، شرط 3 أيام بدون حراره، يعني وسطيا نحن اذا بدنا نحكي بفتره العزل المقبوله قد تكون 13 يوم بشرط اخر 3 أيام بدون حراره. هلا اذا شخص مصاب باصابه شديده يعني دخل على مستشفى احتاج اكسجين، احتاج لا سمح الله منفذه تهويه اليه، قد تمتد هي الفتره الى 20 يوم، لذلك ضمن المجتمع نحن عم نحكي وسطيا ب 13 يوم بين ال 10 و13 يوم، إذا دخل مريض على المستشفى يمكن هالفترة نقول ل 20 يوم، بعد هي الفترة إذا بدنا نحكي واقع حتى لو الشخص عمل مسحة
هذا اللي كنت بدي اسالك عنه، وكانت ايجابيه. فعلى ما يبدو انه هو شخص غير معدي، لانه في اشخاص يعني بعد شهر او شهرين بيعملوا مسحه ايجابيه بس غير معدي بيكون، ممكن تطلع مسحاتهم ايجابيه. على ما يبدو انه هي المسحات بتطلع ممكن ايجابيه، بس اذا تجاوز فتره العدوى خلاص ما عاد يعدي، لانه بالدراسات شافوا انه اللي هي 20 يوم للاصابات الشديده و10 الى 13 يوم للاصابات الخفيفه اللي هي ضمن المجتمع. اذا تجاوز هي الفتره غير معدي حتى لو مسحته ايجابيه ضمن بعد مثلا شهر، اذا عمل مسحه طلعت ايجابيه، لانه يقال انه هي البي سي ار هي بروتين تبع الفيروس، ممكن يبقى هذا البروتين موجود بحمل الفيروس بحلقه وميت هذا بقايا الفيروس الميته ممكن تبقى شهر. وفي اشخاص يمكن اذا بنرجع على يعني هذا الحكي نحن بعدين رجعنا له، نحن في اشخاص قعدوا 50 60 يوم تمت المسحه تبعهم ايجابيه، رغم انه هنا رجعوا اشخاص طبيعيين وتم التخوف موضوع العدوى تبعهم. هلا مع هيك نحن حنقول انه الشخص اللي قد يصاب وبيطلع من فتره الحجر تبعه اللي هي 10 او 13 يوم، ما في مانع انه كمان ياخذ اسبوع ثاني خلينا نقول يبس يعني يطلع مثلا بس يطلع بكمامته، يطلع انه كمان اخذ يتم عم يلتزم باجراءاته الوقائيه، ما يقول انه انا والله هلا خلص انصبت وطلعت وصار عندي اضداد ايجابيه اذا انا هلا خلص صار بامكاني كب الكمامه وارجع لا. لا خلينا حتى لو الشخص صار عنده اعراض اصابه، نتمنى انه كل شخص صار عنده اعراض اصابه بالجهاز التنفسي مهما كانت يعني ما يوجع راسه هي رشح او قريب انفلونزا، هو يلتزم بالحجر المنزلي ويلبس كمامته بغض النظر. الذكر حالات هلا اذا بدنا نحكي واقع ما بدنا نخوف كثير، عادة لحد الان الاشخاص اللي اصيبوا ما عم يعملوا اعاده اصابه لانه في اضداد معينه عم تتشكل بالجسم اسمها الاي جي جي. هلا بالعالم بلش ينحكى عن حالات صار فيها بسموها ري انفكشن، يعني انه مذكور انه كان عنده اصابه بشهر 6 وهلا انصاب مره ثانيه، هي الحالات موجوده. يعني في عندنا شيء اسمه ظهر بالعالم اعاده اصابه، الا انه مو هي القاعده، القاعده لحد الان انه الاشخاص اللي اصيبوا لا تزال لحد اللحظه عندهم مناعه. هلا السؤال انه قديش هي المناعه رح تستمر، بصراحه ما حدا بيعرف، هل هي حتستمر 6 شهور، حتستمر سنه، ما بنعرف. وهذا الشيء هلا حيذكرنا بالفكره اللي تبع التلقيح نفسه، هل نحن اذا تم انتاج لقاح لكورونا هل هذا اللقاح رح يحمي الشخص لفترات طويله؟ هل المناعه اللي حيعملها لفتره طويله كمان ما بنعرف، هل بس نحن على الاقل نتوقع بناء على المعطيات انه نحن الفتره اللي ممكن تتشكل الاضداد فيها يكون عنده مناعه قد تكون بين 3 الى 6 شهور، قد تكون اكثر قد تكون اقل. هذا الشيء هلا الدراسات لانه فعلا مثل ما تقولوا مستجد، فعم يكون عندنا بعض التغيرات بالمعلومات من فتره الى اخرى. دكتور نحن بدنا نتمنى السلامه لكل الناس ونتمنى الوعي اكثر كمان لكل الناس على السريع لانه ما ضل معنا وقت. اليوم نسبه الاصابات بفيروس كورونا بالمحافظات السوريه وبدمشق، خلينا نحكي عنها سريعا معدلات الاصابات. هلا مثل ما عم تتابعوا العداد الحالات يعني زادوا شوي عن الفتره الماضيه، نحن عندنا 80 90 حاله يمكن عم يتشخص بشكل يومي. طبعا بدنا ما ننسى شغله انه في عندنا عدد كبير من الاشخاص ما عم يعملوا مسحات، اذا هذا الرقم هو اقل من الرقم المتوقع، لانه في اشخاص الحالات الخفيفه اللي ما عم يراجعوا المشافي هذول الاشخاص ما عم يعملوا مسحات. هلا ضمن محافظه دمشق الحالات حتما تزايدت خلال خلينا نقول الاسبوع الاخير، وهذا لمسناه من خلال المشافي من خلال اقسام الاسعاف. هلا المحافظات الاخرى مثل محافظات الوسطى منطقة حمص في كمان حالات متزايدة شفناها، وشفنا حالات من الفترة الماضية. على ما يبدو انه بفترة الحجر الماضي بشهر 7 و 8 في بعض المحافظات السورية ما كان في عندها اصابات كثير بهذيك المرحلة، هل الفترة هي اجت الموجة عندهم شوي متأخرة؟ نتمنى انه ان شاء الله كمان يتجاوزوها، وهلا يعني ان شاء الله الامور باذن الله انه يعني ان شاء الله الامور تكون كلها ضمن المعقول وبخير. نتمنى من الكل يمكن بالختام نشدد على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي، يمكن لانه الوقايه خير من قنطار علاج. وقتنا خلص دكتور، نتشكرك على وجودك معنا. دكتور حسام البردان اخصائي صدريه، شكرا كثير لك. يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك دكتور، والسلامه للكوادر الطبيه اكيد ولكل الناس، ان شاء الله هيك تمرق هالفتره على خير ونخلص من كورونا ان شاء الله يا رب. شكرا. فعلا نتمنى السلامه ونوجه لهم تحيه لكل كوادرنا اللي هلا بالمشافينا، وشكرا لكم. شكرا لك. ليا بما انه نحن بشهر الاعياد، طقوس خاصه دائما مع الاعياد، طابع اجتماعي وانساني بيتميز فيها السوريين. بدنا ننتقل لحمص فقد احيا شباب المزينه وكشاف سيده البشاره اعياد البرباره لكن بطريقه مختلفه. التفاصيل مع مراسلتنا بحمص شيرين العلي.
احتفالا بعيد القديسة بربارة أقيم قداس إلهي في كنيسة سيدة البشارة الشحارة في بلدة المزينة بريف حمص وسط حضور كبير من الأهالي، حيث تليت الصلوات فيه والدعوات بأن يعم السلام والمحبة سوريا ويزيح الوباء عنها. ثم أحيا شباب المزينة وكشاف سيدة البشارة طقوس عيد البربارة من خلال توزيع القمح المسلوق على المتواجدين في ساحة الكنيسة. ونحن لأنه اليوم عم نمرق بظروف صعبة بضيقات معينة بكل كل الأصعدة، ولا سيما هالوقت اللي فيه هلا أمراض بالعالم كله، اليوم اجتمعنا كمان لنرفع الصلوات لربنا يشفي المرضى، وحتى تكون هالأيام الصعبة أيام قصيرة على كل الناس وتمرق بسلام، ولحتى ما يخسروا الأولاد فرح العيد حاولنا قدر الإمكان أنه يكون في هالصلوات وتوزيع القمح كبركة على الناس. نحن مجموعة شباب من المزينة، ما اتفقنا مع شباب الكشافي وحبينا نعمل هيك جو بالضيعة لحتى نرسم الفرحة والبسمة على وجوه العالم. الوضع صعب، العالم شوي تعباني، حبينا نغير الأجواء بهالعيد عيد القديسي بربارة. ينتظر أهالي المزينة بريف حمص الغربي ولا سيما الأطفال عيد البربارة كل عام ليرتدوا أزياءهم التنكرية وإشعال عشبة البربارة في ساحة البلدة احتفاء بانتصار القديسة. بنعاد عليكم كل سنة بالخير، وبنتشكر الشباب اللي كل سنة عن جد بحسسونا بالعيد. ولا جبنا الأولاد وجينا عيد البربارة، له طقوس معينة من سلق الحنطة السليقة، ينعاد على جميع بألف خير. أنا لابسة ثياب الساحرة، إنه اليوم عيد البربارة، كل عام وأنتم بخير، سوريا بخير. لابسة زي هندية وجايين على البربارة مشان نحتفل، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم سالمين، ونعاد على وطننا وسيد وطننا. احتفالات ذات طابع اجتماعي وإنساني يتميز بها السوريون كل عام، لما لهذا العيد من أهمية دينية عبر إحياء بعض العادات والتقاليد الشعبية الموروثة. من بلدة المزينة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية. ومتابعين بصباحنا يا نور، وصلنا كمان لفقرتنا الطبية، ولكن رح نروح من كورونا إلى التغذية. يعني دائما بهلأ بفصل الشتاء دائما بنضل عم نتشهون مثل ما بيقولوا على الأكلات، ودائما جسمنا عم يطلب الحلو، عم يطلب الشيء الدسم. رح نتعرف أكثر كيف فينا نعمل كنترول ونعمل كنترول ما يزداد وزننا بفصل الشتاء، وكيف فينا نعوض شهوتنا للحلويات وللدسم باشياء ثانيه ما تسبب وزن زايد. نستقبل معنا دكتور عزيز ابراهيم، اخصائي تغذيه. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباحك. يسعد صباحك دكتور. تمام. بالبدايه خلينا نحكي، دائما مرتبط فصل الشتاء عند كل الناس بزياده الوزن، يعني القعده بالبيت والكنكنه، مع يمكن الاطباق السوريه الشهيره، المطبخ السوري معروف بالاكلات الطيبه والدسمه. كيف فينا نعمل هيدا التوازن بالبدايه قبل ما نحكي عن نظام الغذاء الصحي؟ هلا انت اذا بترجعي بيولوجيا، يعني نحن دائما يعني مع مرور العصور، خلينا نقول حتى الانسان القديم دائما كانوا يخزنوا كميات كثير كبيره من الاكل او ياكلوا كميات كبيره، حتى الحيوانات يعني كانوا يخزنوا كميات كثير كبيره من اثناء الصيف مشان يستخدموها اثناء الشتاء. طبعا لانه درجه حراره الطقس او درجه حراره المحيط اثناء الجو البارد بتنخفض، فالجسم بيصير بيحتاج وارد حراري واللي هو اللي بيجي من الاغذيه والاطعمه والمشروبات، تمام، لحتى يرفع شوي معدل الحرارات اللي بياخذها لحتى يقدر يوازن درجه حرارته وتتاقلم مع الوضع. هلا مع مرور الوقت احنا تغيرت نمط الحياه، يعني تغير اللايف ستايل تبعنا، يعني مثلا ما كان في سيارات هلا في سيارات، ما كان في وسائل تدفئه هلا في وسائل تدفئه، اساسا ما كان في لبس هلا صار في لبس. يعني النمط الحياة كلها تتغير، بس ضل عندك هذا الإحساس دائما بالحاجة للأكل أو بالحاجة للطعام مع وصول هذا الطقس. هلا قديش فيني حافظ أنا على هذا الموضوع؟ هذا بده سلسلة من التعليمات لحتى نقدر نوصل لعلقلي، لأنه نطلع دائما من موسم الشتاء، وخصوصا هلا جايين راس السنة والكريسماس وهدول القصص، يعني بأقل خسائر ممكنة أو بأقل وزن زايد ممكن نحصل عليه. هلا في مشكلة أساسية إنه أنا دائما بهذا الطقس بضل حاسس حالي إني جوعان، لفكرة إنه دائما الشخص لما بتنخفض درجة حرارة جسمه أو لما بيشعر شوي بالبرد بيميل
ليروح لياخذ السكريات او الحلويات او النشويات او ما يسمى بالكربوهيدرات. هاي المشكلة انه انت لما بتبلشي بتاكليها بتحسي بالشبع للحظات او بتحسي بالشبع لمدة زمنية مؤقتة، بعد ما تاكليها بعد فترة قصيرة جدا بيرجع بصير في عندك حالة من الجوع، بيرجع بينزل مستوى سكر الدم، بينفرز عندك هرمون الجوع، فبترجعي بتحسي حالك انك جوعانة فبترجعي بتاخدي كمية اكثر، وهيك انت بتصيري ضمن حلقة وهي الحلقة هي حلقة مفرغة. تمام؟ دكتور، وخاصة يمكن خلينا نحكي بالليل او بالقعدة بالكنكنة، هلا غير موضوع بالدفى يعني وما في كهرباء، بنلاقي حالنا عم نتسلى بالاكل، عم نتسلى بدنا كل شوي حلو، بدنا كل شوي ناكل شيء، طب نحن هدول القصص كيف فينا نحن نعوضهم، نحس بالشبع نوعا ما او نعوض يعني نحن نوقف اكل حلو او سكريات ونعوضها بشيء ثاني يحسسنا بالشبع؟ هلا طبعا للسؤال اللي قبل ما ننتقل على هذا المحور في شغله انا نسيت احكيها، نحن حتى بفصل الشتاء بيقل تعرضنا للشمس، وبما انه بيقل تعرضنا للشمس فنحن بتنقص الاحتياجات تبعيتنا اللي بناخذها من فيتامين د. الفيتامين د مرتبط ارتباط كامل بزياده الوزن، فنحن حتى اثناء الشتاء انا بفضل انه دائما يكون في عندنا سبلمنت او مكملات غذائيه من فيتامين د نحصل عليها، يعني تقريبا 10,000 وحده دوليه حتى لو مره اسبوعيا بفصل الشتاء، لانه نحن اساسا ما بنتعرض للشمس، وفيتامين د بيساعد على نزول الوزن، بيساعد على منع ثباتيه الوزن، مرتبط ارتباط كامل بهرمون الشبع، يعني باحساسنا نحن بالشبع. هاي شغله، شغله ثانيه غير هيك انه اثناء الشتاء او اثناء فصل الشتاء دائما بتعرفي انه في عندنا هيك شو بيسموه هذا التغير المزاجي، انه انا بيتغير مزاجي اول ما ببلش بيتغير الطقس وبتنزل درجات الحراره وبصير في عندي نوع من المطر وكذا، فبصير حتى الواحد بحاجه لانه ياخذ شوكولا او ياخذ شغلات فيها حلويات او سكاكر لحتى يرجع يتحسن مزاجه. هلا بالنسبه للسؤال اللي سالتيني اياه، غير انه كل شيء حكيتيه الظروف اللي هلا نحن عم نمر فيها، الكهرباء والملل، وفي عالم كثير عم تتعرض لنوع من انواع الحجر لانه خايفه على حالها او خايفه على المحيط فيها بسبب كورونا، فهذا الشيء بخليني دائما نضل عم فكر بالاكل. هون انا قدر الامكان بدي روح على اول شغله، بدي روح اني روح على الاختيارات الصحيه، ما روح على الاختيارات السيئه، يعني روح على شيء بحسسني بمده اطول من الشبع، وما روح على الشغلات اللي بتخليني اشبع لمده قصيره وبترجع بتخليني اني احتاج المزيد من السعرات الحراريه. يعني مثلا من الشغلات الموجوده هلا بالشتاء هي البطاطا الحلوه، البطاطا الحلوه على عكس البطاطا العاديه، البطاطا الحلوه فيها نوع من الكرب، هي كربوهيدرات معقده، يعني بدها وقت اطول لحتى ترفع لي مستوى سكر الدم ولحتى تتخزن على اساس من الدهون، في عندنا وغنيه بفيتامين اي كمان كثير بيساعدني بهذا الموضوع. ثاني شيء مثلا هلا موسم من مواسم الكستنا اللي انا ممكن استخدمه وتحسني اكثر بالشبع. هذول حلم دكتور سعر، البطاطا الحلوه ممكن ايه مقبوله، الذرة ضمن الاسعار لازم ضمن الاسعار 100% 100% حكي صح، الذرة ممكن انا استخدمها كبوشار، بوشار بحسسني بالشبع خصوصا انه كوب كثير كبير من البوشار ممكن يحسسني بالشبع وبالاخير ما يعطيني غير 100 سعره حراريه بهالكوب الواحد. الزنجبيل هو بحسسني دائما بالدفى، حاول مرق مثلا مشروب القرفه اثناء اليوم اللي ممكن يضبط لي مستوى سكر الدم، الشوفان البودره ممكن احط عليه شويه مي سخنه، تمام؟ بيعطيني شيء هيك وجبه مثل وجبات الاطفال، ممكن لما استخدمه حس انا كمان انه انتظم مستوى سكر الدم عندي وصار في عندي نوع من انواع التوازن. هذا غير انه انا لازم احافظ على وجبه الفطور دائما، يعني في عالم كثير خصوصا السيدات احيانا بفيقوا متاخرين بهذا الوقت من السنه او بيبعثوا اولادهم على المدرسه وبيرجعوا بيناموا، مع هيك انا دائما بقول انه لازم ضروري جدا انه نتناول وجبه الفطور. وهي يمكن الحياه، يمكن يعني ستايل الحياه قديش اختلف، بتلاقي تركيز دائما على وجبه يمكن العشاء لانه أيوة كمان بسبب الساعات الطويله بالشغل بتلاقي العيله بتجتمع بعد الساعه 5 او 6، قديش فيني حافظ مثل ما قلت على الوجبات الاساسيه مثلا الفطور، لو كنت بالشغل، لو اولادي بالمدرسه، ابعث معهم وجبات اساسيه ليقدروا ياكلوا، وجبات مثلا مثل ما قلنا ضمن الاسعار المعقوله، يعني ما فيني انا اطلب كمان شيء ما فيني خصوصا هلا بهذا الظرف مثل ما عم تحكي. بس انا دائما بقول لك انه وجبه الفطور لما بتاخذيها، يعني انا دائما الجسم لما انت ما بتعطي وجبه الفطور اثناء اليوم بيصير في عنده حاله من الجوع، تمام؟ نتيجه هاي الحاله من الجوع اذا استخدمنا مبدا الوجبه الوحده واكلنا مثلا بس الغداء او العشاء رح يمتص، اذا كان ما رح يمتص غير 10 او 20% من هاي الوجبه رح يمتصها كلها لانه صار في عنده نوع من انواع الخوف. بينما اذا انا كنت اخذ وجبه الفطور ابتداء، تمام، ومحسس الجسم انه انت ضمن امان او انت اخذت وجبه الفطور، فهو اساسا اي وجبه ثانيه رح ياخذها بعدين رح يحاول يحرق. بحاول دائما نركز على مصادر البروتينات بوجبه الفطور،
لانه مصادر البروتينات هي اللي بتعطيني نوع من انواع الاحساس بالشبع اكثر. تمام، ركز على البقوليات، ممكن ركز على مصادر الاجبان والالبان لحتى احس بشبع لمده طويله. دكتور، اغلب الناس بس يفطروا الصبح بيقولوا خلاص نحن مثل شو بيقولوا انه فتحت شهيتنا كل الوقت، فبس يفطروا الصبح بدهم يرجعوا ياكلوا مره ثانيه، وبدهم يرجعوا يتغدوا شي ثلاث اربع مرات. وهذا دليل، هذا دليل يعني، هذا دليل على الحكي اللي كنت عم بحكي لك اياه يعني بتحس انه لا بالعكس بنص. لا هو يمكن الوجبات تتكرر تمام، بس انت قديش رح يمتص الجسم من هاي الوجبات؟ بينما انت الوجبه الرئيسيه اللي بتاخذيها الكبيره بعد ساعات من يعني بعد ساعات انه من ما فطرتي وما اكلتي سناكاتك وما كذا الى اخره، اذا اخذتيها بتحسي انه طول الوقت ضلت معتك، رح يصير في عندي امتصاص اكثر. غير هيك انه انا دائما الشغله اللي بكررها دائما رح تتحول لحقيقه. يعني نحن في عنا اخطاء وكثير اشاعات عن التغذيه، من بين هي الاشاعه انه انا اذا فطرت رح تنفتح نفسي وبالتالي رح اصير اكل. لما بتسمعي هذا الشيء بشكل يومي وبشكل متكرر رح يتصور يعني رح يتحول بالاخير لحقيقه. مثل انت اذا فقتي الصبح ما شاء الله عنك، بس اذا فقتي الصبح وقلتي انا كل يوم انا بشعة انا بشعة، ممكن اول يوم ما تاخذي الموضوع بعين الاعتبار، ثاني يوم، ثالث يوم فعلا بتصيري بتحسي انه هذا. وهذا اللي اعتمدنا عليه او اللي اعتمدوا عليه بتوزيع هي الاشاعات اللي ما لها علاقه اساسا بالتغذيه الحقيقيه. مثل بيقولوا لك انه اذا بدك تعملي دايت وبدك تنزلي وزنك لازم تبتعدي عن السكر، اوكي عن السكر الابيض، لازم تبتعدي عن الرز والبطاطا والنشويات لانه هي المسؤوله عن السمنه. بال 1800 او 1900 يعني عم نحكي كقرون، كان دائما المتهم بزياده الوزن هو الدهون ومصادر الدهون. ما في شيء مسؤول عن زياده الوزن، اي شيء نحن بناخذه باعتدال هو رح يزيد لنا وزننا. فالموضوع هو ما موضوع شو بيحكي فلان او علان او ناخذ معلوماتنا دائما من الفيسبوك. وهذا يعني هي فعلا نحن مشكله بنعاني فيها بموضوع التغذيه، يعني اي حدا بيقدر بيحكي الجاره الكوتش بصير اخصائي فجاه. خلينا نحكي المساء مثلا بعد الساعه 6 المساء بالختام، شو هي الوجبات الخفيفه يمكن اللي ما بتاثر على زياده الوزن؟ كيف فينا نسكر سمنا تماما؟ وبعض المشروبات يمكن اللي بتساعد على الاستقلاب بالليل. هلا انا رح اقول لك شغله، اول شيء شوربات هي خيار جدا يعني خيار جدا جيد مساء، خيار جدا جيد حتى يخليني ارفع درجة حرارة جسمي وما يزيد وزني. بس كمان هلا في احيانا بتجي بتقول انه بدي اعمل شوربة وبدي اعمل دايت، فبتروح بتحط بشاميل مثلا او ممكن تعمل كريمة الطبخ، او انا هون خسرت، لا يا ريت اكل شيء ثاني وما انا اكل هدول القصص. فبركز على شوربات يعني مثل البقوليات، مثل شوربة العدس، ممكن اعمل شوربة الفاصوليا البيضاء مثلا، هي بروتين كامل بنفس الوقت ما بيزيد لي وزني. شوربة الخضار، انتبه انتباه كامل من احادي جلوتاميد الصوديوم، هذا اللي بيكون موجود بالاملاح، يعني حاول ملح يكون قليل مشان ما يصير في عندي احتباس بالسوائل وبالتالي زياده وزن. حاول دائما انه مثلا اذا استخدمت الدجاج بصنع هي الشوربات، استخدم المي اللي انا اساسا سلقت فيها دجاج لانه فيها نسبه من الجيلاتين اللي بيساعدني انا، يعني الجيلاتين الطبيعي اللي بيساعدني لتقويه المفاصل والعظام. روح على المشروبات اللي حكيتي عنها اللي ممكن تحسني بالدفء مثل الزنجبيل، الزنجبيل انا بدي احكي عنه مطولا اذا بنقدر، هو مضاد اكسده، بيقي من الالتهابات، بحسن لنا من المناعه، وبالتالي كمان بيرفع من درجه حراره الجسم. بس بدي انتبه انه انا ما اخذ الماكسيموم منه لانه ممكن يعمل لي زياده بالضغط، يعني ممكن يرفع لي مستوى الضغط عند كثير من المرضى اللي عندهم اساسا ضغط عالي. عندي القرفه، القرفه كمان بتحسني بالدفء، بتخفض مستوى السكر الدم. كمان بدي انتبه اني يعني عند السكريين الحالات الخاصه اني ما اخذها. الشاي الاخضر كمان بيساعدني اني ارفع مستوى الاستقلاب تبع جسمي. بس يعني كمان حرفيا وعلميا ما في هي الجمله، هو بس بيساعدني اني كيف بدي اقول لك انه يكون في عندي مضاد اكسده وبالتالي يكون في عندي نقص بالشهيه، فهو ممكن ياثر تاثير جيد جدا على الوزن. تمام دكتور، اكيد في معلومات كثيره لازم نحن نحكي عنها، وكيف فينا نعوض شيء بشيء، خاصه انه بظل الغلاء يلي عم نعيشه يعني بهي المرحله. ناطرينك بحلقات جايه لحتى نحكي اكثر، وميرسي على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور ابراهيم على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اما هلا ليا بننتقل لمادتنا التاليه. بسبب يمكن تطور التكنولوجيا وغزو تفاصيل حياتنا، كثير من المبادرات والفعاليات لتشجيع القراءه عم تقوم باليوم الوطني لتشجيع القراءه. خلونا ننتقل لشام حمدان في محافظه السويد لنتعرف على الفعاليه اكثر. بهدف تشجيع القراءة وعملا بمقولة خير جليس في الأنام كتاب، أقيم في القصر الثقافي في مدينة السويداء الاحتفالية الثامنة لليوم الوطني للتشجيع على القراءة وسط حضور من المهتمين.
بمناسبة الاحتفالية الثامنة لليوم الوطني للتشجيع على القراءة، إقامة دوري للشباب واليافعين باختيار الكتاب، وباللقاء الثاني بتكون مناقشته، والهدف منه التشجيع على القراءة وخلق جو إيجابي للثقافة وإبعاد الشباب واليافعين عن مواقع التواصل بشكل عام الفيسبوك. بلا شك أنه هو يوم فعال جدا، لأن نحن بحاجة إلى القراءة. أمة لا تقرأ لا يمكن أن تنهض، أمة لا تعرف القراءة يعني لا تعرف المستقبل وتستشرف المستقبل. فهذه الفعالية هي فعالية هامة في تاريخنا الآن، في لحظتنا التي نعيش في ظل العولمة وما تحدث بنا من تفتيت في بنيتنا التركيبية والثقافية. لذلك خير جليس في الأنامي الكتاب، وهو الرفيق وهو الصديق، وهو الذي ينمي الذاكرة ويربط ما بين الحدث وما بين الشخصية في آن واحد. أول شيء نحن مش بس عم نزيد ثقافة، نحن عم نزيد معرفة. أنا ككاتبة مثلا بفيدني بانتقاء كلمات لنصوصي، بالنسبة للأشخاص الكتاب اللي مش كتاب فهني إجباري بتفيدهم بحياتهم العملية، زيادة معرفتهم الثقافية شيء طبيعي شيء كثير مفيد. تتضمن الاحتفالية عددا من النشاطات، أهمها اختيار كتاب ومناقشته، بالإضافة إلى مبادرة استبدال كتاب قديم بآخر جديد، وتشجيع وتنمية مهارات الكتابة، وخلق جو من التفاعل بين الحضور، وتأكيد الدور المهم للكتاب رغم التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان. وصلنا لفقرتنا الأخيرة يا نور. سكتشات مسرحية اجتماعية تروي قصص عن أنواع العنف ضد المرأة كانت أشبه بالواقع الحقيقي. هذا العرض المسرحي رح نحكي أكثر عنه، رح يخبرنا عنه أكثر الياس بغداني اللي هو مخرج العرض والمسؤول عن الأفكار أيضا. صباح الخير الياس، أهلا وسهلا فيك. هلا صباح الخير، كيفكم؟ يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن العرض والفكرة بشكل عام. هلا العرض هو كان تحت عنوان سافرة الخطر، بتمثل حالات واقعية تمت ضمن بازار خيري بترعاه هيئة مال أفرام السرياني. هذا البازار مقدم كتير خدمات للنساء، وهيك طاولات وبازار خيري. فأنا قلت لهم ما رح أساوي مسرحية، رح نساوي شيء واقع. بظن يمكن هي الفكرة مانا جديدة، هي مطروحة بدول عربية تحت اسم الصدمة، اللي بيفوت شخص بحالة واقعية وبيصير هذا الشيء. أنا اتخذت من هذا النمط ضمن هذا البازار واشتغلنا على هذا الأساس، وهيك رجال ومرته فاتوا يتخانقوا على العلن قدام العالم والعالم صدقت يعني. كانت الفكرة مختلفة يعني، في تفاعل، في بتلاقي كتير بشكل بصراحة مختلف. يعني تفاجأنا لردة العالم بطريقة فظيعة، لأنه مع مين صفوا؟ مع المرأة ضد الرجل. وفي رجال طبيعي. وفي رجال يعني النفس اللي كانت موجودة والروح اللي كانت موجودة ضد الرجل كانت كتير كبيرة. أنا خفت يعني، إحنا مدة السكتش 5 دقايق بس، 5 دقايق إحنا كنا عم نرجف لأنه خايفين يأكل قتل الممثل. كنت موزع متطوعين من الهيئة يكونوا حوالين البازار، وشي 6-7-8 متطوعين هيك بس يدرسوا ردات فعل الناس مشان إذا حدا هم بحركة دغري يساهم يقول له إنه هذا تمثيل. نعم. نخفف. يعني هو ستايل جديد بعيدا عن العروض المسرحية. هي تمام. كان عروض بقلب بازار والبازار الخيري، ويعني كل الرسالة هي لحتى نحمي المرأة، لحتى نعطي حقوقها أو نفهم المرأة شو هي حقوقها لحتى ما تكون مظلومة بالمجتمع. ولكن خلينا نحكي يمكن ما بعد العرض، يعني أكيد ضحكوا العالم بس في عالم أكيد بكيت لأنه هي عايشة ممكن عنف ببيتها، هي ما بتسترجي تحكي، هي عايشة حالة ما فيها تروح وتفصح عنها إلى الجهات المعنية. خلينا نحكي عن هاي القصة. لخبرك حادثة صارت بنفس هي مبارح، نحن مبارح كان اخر يوم بازار، اخر يوم بالعرض. اللي صار مبارح انه في طفل تحت بعد ما شاف هذا الشيء قام قال لهم انا هيك بصير عندي بالبيت. هي الصدمه كانت انه دعت الاخصائيه النفسيه تنزل تحكي مع الطفل ليشوفوا شو عم بيصير بالبيت. هلا الام حاولت تسكته للولد،
الاخصائيه قنعتها بانه هي تتعامل معها بطريقه سريه لحتى يحلوا هذا الخلاف اللي عم بيصير بالبيت ويشوفوا السبب، لانه عم ياثر على الطفل. هو قال له انه هيك بيعملوا البابا والماما بصوت عالي، يعني هو كان في صوت عالي من الطفل انه هيك بيصير عندنا بالبيت. يعني كان عندهم مشكله انه في اطفال عم تشوف هذا الشيء، قلت لا انا ما عندي مشكله، انه دائما الطفل هو بيعبر بحاله حقيقيه. بيصير معكم من اي انواع عنف نحن تم عرضه، بتمنى تجوا تتواصلوا معنا وتحكونا، لانه نحن كانت الفكره عم نورجي انه هي الصبيه او هي المدام هربانه على هيئه مار افرام لتحمي حالها من جوزها. فهيك كان الكونسيبت. هيك كانت ردات الفعل مختلفه، يعني هو الهدف من العرض او السكتش لما يكون تفاعلي بين الناس بتشوف ردات الناس مختلفه، لانه كل واحد عم يعيش جزء من هيدا الشيء بقلب بيته، ونشوف قديش فعلا ردات الناس بعدها محافظه على هي التفاصيل النخوه، قديش نحن بعدين محافظين على هي يمكن العيشه او السلام الداخلي بين بعض، بس لما نشوف هيدا التفاعل وردات فعل مختلفه قديش بياثر عليكم، يعني مو فقط مثل ما قلنا عم نحكي عن مجتمع كامل، لما المراه تكون معنفه بياثر على عائلتها وعلى طفلها، يعني اعطيت مثال يمكن كثير مؤثر خلال العرض. تمام، وحتى نحن بعد السكتش كانت الاخصائيه النفسيه عم تحكي بموضوع الانواع العنف والشيء اللي عم بيصير، وركزنا بحكم انه نحن حاكين بس اربع انواع عنف اللي هن الجسدي واللفظي بسكتش واحد، الجنسي هو التحرش بسكتش ثاني، والاقتصادي اللي هو بيمنع المراه من العمل كنوع ثالث. ركزنا على الهامش على الزواج المبكر، حكينا على التهديد الالكتروني والابتزاز الالكتروني اللي بتتعرض له المراه، وحكينا كمان على يمكن هذا الشيء كان كثير سري وما نحن ما هيك ما قدرنا نتفاعل معه، بس شفناه بدول عربيه ونحن موجود عندنا بس لساته سري. هو العنف المنزلي ضد المراه اللي صار ضمن الحجر الكورونا. صحيح. تعرضت له كثير نساء ل زادت حالات الطلاق كثير كثير، للاسف ما في قانون يحميها بهذا الوضع. ما في شيء قدر ينصفها غير انه تتطلق. رغم كل التطور، يعني بتقول انت بال 2020 ما زالت بعض الخبايا موجوده كثير بين العوائل والمجتمعات، بعد الناس ما عم تقدر تحكي عنها. تحت اطار اصرار بيت، يعني هو ما له سر بقي، هو صفت مثل ما التجأت لصافره الخطر هو صار فضيحه. انا بشجع كل نساء السوريين تحديدا او السوريات يساهموا بالدفاع عن حالهم بهي الطريقه، في قانون بيحميهم، اي في مواضيع بتحمي المراه تحت اطار انواع العنف، اي في انواع لا مثلا مثل التحرش هو ما انه مبرر لدى القانون، كمان هذا شيء سيء بالنسبه لنا، لانه اليوم على العجقات اللي بنشوفها بالباصات ولا بالباص الاخضر ولا هي القصص، كمان المراه كثير بتتعرض للعنف او لهذا النوع تحديدا كثير، يعني فنتمنى هذا الشيء حد، والقانون دائما لما بيطلع بهيك بحد من انتشار هاي الظواهر اللي عم بتصير. ونحن بنتمنى اكيد من كل السيدات انه تكون اكثر جرأه، مثل عرضك يلي كان أكيد. بين البازار وبين العالم، يلي هو يعتبر هو جرأه وفكره جديده عم تنطرح بين الناس. الياس، قبل ما نختم يعني خلينا نحكي، ما بعد العرض دائما في تجدد بالافكار، ودائما بعد النجاح يمكن في مسؤوليه على عاتقك بتطلع اكثر. جايين على كريسماس، على نيو يير، في عندنا ظروف صعبه، ولكن ما بدنا ننسى انه نحن ممكن نجسدها بطرق مختلفه ثانيه بتخص الفن وبتخص التمثيل. شو عندنا جديد؟ هلا على كريسماس في عم كون شوي مع الاطفال تحت اطار الدمى، فعم نعمل مسرح عرائس للاطفال، عم بشتغل على هذا الاطار لشوف هيك يضيف فرحه للطفل، اطلع شوي من اطار بابا نويل بحكم انه صار منتشر كثير بطريقه كثير كبيره، فانا هيك عم روح شوي لقصص للاطفال تقدر تعطي هيك. يعني دائما بنحتاج بابا نويل بالبيت نحن. اكيد اكيد بتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم القادمه، والعروض تكون مميزه مثل هيدا العرض. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وشكرا لكل القائمين كانوا على العمل ضمن هيئه مار افرام السرياني. اذا فيني هيك بطريقه سريعه اتشكر ديانا يازجي وسمية وميري، شكرا كثير على كل شيء قدمتوه، ويعطيكم الف عافيه. شكرا الياس، شكرا كثير لك. لهون ليا بتكون رحلتنا الصباحيه لليوم خلصت، الى اللقاء. باكيد انا كمان بدوري بدي اتشكر كل المشاهدين، نهاركم سعيد، باي باي.